دشنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشروع تطبيق مساجد الكويت على الهواتف الذكية في أكثر من 1500 مسجد تشمل جميع محافظات الكويت. وهذا الهدف منه حقيقة يعني إعطاء فرصة للإنسان الذي يرغب بالصلاة، يعني إذا أذن على وقت حان وقت الصلاة وهو في السيارة أو في البيت يعرف من خلال هذا البرنامج والأبستور وغيره يعني أقرب مسجد في إقامة الصلاة، ويتوزع حوله تطلع بالبرنامج المساجد اللي حوله فيها أوقات الصلاة إقامة الصلاة. كذلك في بعض أيضا معلومات أخرى إذا في يعني حلقات تحفيظ في مصلى نساء، في دروس علمية، في يعني كل ما من داخل مسجد من أنشطة في المسجد موجودة في هذا البرنامج، فبضغطة زر يعرف كل ما في هذا المسجد من أنشطة وفعاليات. هذا التطبيق يحتوي على مواقع المساجد في دولة الكويت والوقت المحدد بين الأذان والإقامة لكل مسجد والخدمات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد أماكن حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ناهيك عن تحديد أوقات صلاة القيام وأماكن إقامة ولائم الإفطار خلال شهر رمضان. هذا التطبيق يعتبر يعني إضافة وقيمة جديدة حقيقة تم إضافتها في هذا الشهر المبارك، وجهد يشكرون عليه الإخوان القائمين على يعني قطاع المساجد. هو تطبيق يسهل حقيقة على الناس معرفة كل الفعاليات المتعلقة في صلاة العشر الأواخر، صلاة القيام، المساجد، الأماكن، مواقعها، الأئمة اللي يؤمون الناس، مواعيدهم، أوقاتهم. هذا التطبيق انطلق في شهر رمضان لهذا العام وسيخضع بشكل دائم لأي تحديث على تقنية الهواتف الذكية من خلال الفريق المشرف على تنفيذ التطبيق. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.